ساعات عمرك تنقضي، فلتصحى يا إنسان. لحظات يومك تنتهي فتغادر في ذوان. إن تغرق نفسك في المذلة وأن ترضى الهوان، وتجحد معروفا وترد الجميل بالنكران، أن تظهر شرا لرفيق وتظهر الغباء متجاهلا أن ذاتك تهوي، فهل هذا ذكاء؟ وتقاطع خلا بلا سبب، فلم هذا الجفاء؟ فالسوء يعود لصاحبه ليحيط به البلاء. حياتك يا اختيار، لأفعالك هيا فلتحسن الاختيار. أخلاقك هي سر ترجمة.